شكرا. فيما يخص التحديات، اسمحوا لي في هالجانب ان اقول لا يوجد لدينا اي تحدي في ظل الممكنات اللي وفرت لنا القياده الرشيده. نحن في مرحله تحول. اليوم احنا عندنا خبراتنا، عندنا مراكز قيادتنا، جالسين نوظف الذكاء الاصطناعي من اجل ان نحل هذه الداتا اللي موجوده عندنا سلفا او حنرصدها السنه هذه. البعد الاخر انه حنشرك باذن الله بالتنسيق مع الجهات العامله في من خلال مركز واحد بيانات، انه نحلل كل المعطيات سواء الصحيه او الامنيه او الخدميه او الهلال الاحمر او كل ما له علاقه بمفاصل الحج. باذن الله انه الرقمنه قادمه في بيئه مثل الحج، ولكن احنا بدينا مع السدائف هذا الشراكه ونعززها ان شاء الله في السنوات القادمه.